اقول لك ان مغامرتنا النهارده محتاجه حد قلبه جامد، وعشان نبداها محتاجينك تاخد تاشيره المغامر. فهنسالك شويه اسئله عشان نشوف انت قد بقى لقب وختم المغامر ولا لا. اتفضلي. جاهز؟ اتفضلي. طب ماشي. انت اخذت لقب القناص وجلاد الحراس والمتعب والمؤلم والمزعج وهداف الدوري 2004 و2005، قول لي ايه اكتر لقب بتحبه؟ لا بحبهم كلهم، يمكن القناص شويه هي اللي خدت معايا وقت اطول، لكن الالقاب كلها بحبها صراحه. ابو البنات عماد متعب، لو واحده من بناتك طلبت منك تكون مغامر وتلعب كره قدم، هتوافق ولا هتخاف عليها من اللي شفته في مغامرتك؟ لا انا يعني بالنسبه لبناتي انا هسيبهم بيختاروا اللي هم عايزينه، يعني انا بحاول بقدر الامكان يلعبوا اكتر من لعبه، واللعبه اللي هم هيبقوا مميزين فيها او حابينها هيلعبوها. على طول بلعب معاهم كره في البيت على طول، وعلى طول لازم هم يكسبوني. ما ينفعش انا اكسب، ما ينفعش اكسب خالص يعني عشان اعرف انام. يعني ما فيش، الماتش مش هيخلص، الماتش مش هيخلص لو انا كسبان. يارا قالت قبل كده عماد عنده جزء مجنون محدش يعرف عنه حاجه، ممكن تعرفنا على الجزء المجنون اللي محدش بيشوفه وتقول لنا ايه المغامرات اللي انت عملتها قبل كده؟ يمكن يارا بالنسبه للجزء المجنون ده يارا هي اللي شافته معايا. انا قدام الناس هادي جدا، انا شخص هادي عامه بطبعي، بحب البيت ما بتحركش كتير، لكن مثلا في الصيد، صيد السمك انا مجنون جدا، ممكن اقعد 3 4 ايام في البحر عادي جدا، ممكن اسافر 1000 كيلو رايح جاي في يوم، ما عنديش اي مشكله ان اروح اصطاد 3 4 ساعات وارجع. قصة سكاي دايفنج دي يمكن هي زعلانة مني لحد دلوقتي، لأن هي قعدت 10 سنين تتحايل عليا إن احنا نسافر نعملها بره، ما كانش لسه الموضوع موجود في مصر يعني، وكنت بقول لها لا أنا مجنون أطلع أركب طيارة ونط من الطيارة، يعني في حد عاقل يعني هيطلع الطيارة برجليه ويفتح باب الطيارة ونط منها؟ أنت أصلاً عملت سكاي دايفنج فين؟ عملت سكاي دايفنج في مدينة الجلالة. احنا خلصنا أسئلة، دلوقتي هنروح نختبر ثباتك الانفعالي وقوتك كمغامر بـ VR تيست ونشوف بقى إيه اللي هيحصل. يلا بينا. يلا بينا. يلا. عاش يا كابتن. ده انا خبطت وكسرت الدنيا. نط، اطلع فوق، اطلع فوق. ثانية واحدة يا جماعة، في ايه؟ يا ولاد اللذينة. هي فين البتاع؟ اهو هتلاقي الدايرة جوه اهي تحت. ادخل جوه الدايرة. برافو. دي بقى هتدخل فيها؟ بدخل في الجبل. بعدين هتطلع فوق. اطلع فوق. شكرا يا جماعه بقى، شكرا. عماد انت 94% مغامر، وده هيديك لقب مغامر مش سهل خالص. كويس والله، الحمد لله. عاش جدا. فانت دلوقتي جاهز لتاشيره المغامره. اوكي. بس قبل ما تمشي عاوزينك تعمل فويس نوت مش هنسمعها خالص الا لما تنزل. انا همشي دلوقتي واسيبك بقى تعمل فويس نوت. يلا بينا. يلا بينا. يعني يارا، تمارا، سيلين. عماد قبل ما ننطلق على مغامرتنا عايز اسالك سؤال، عايز اعرف منك مين كان نفسك يكون معاك دلوقتي يعيش معاك المغامره؟ يارا. يارا؟ اه بجد، حاولت اقنعها بدل المره مليون، لان هي كانت في الاول هي اللي بتتمنى تكون موجوده وكانت عايزه تعمل القصه دي معايا، وانا اللي رفضت. دلوقتي انا اللي بطلب ده وهي اللي بترفض، لان هي كان حصل لها موقف كده في طياره من فتره، كانت راجعه من نيويورك وحصل موقف كان سخيف في الطياره، يعني كان حصل مشكله، فمن وقتها بقى عندها مشكله مع الطيران. طب هقول لك على حاجه لذيذه قوي، ايه رايك تكلمها فيديو كول وتعيشها معانا المغامره وتحكي لها بقى هيحصل ايه؟ يا ريت. يلا بينا. يلا بينا. هاي. هاي. ايه الاخبار يا حبيبتي، عامله ايه؟ هاي تو، اخبارك ايه؟ انا كله تمام. مش كنت تيجي معايا؟ ينفع؟ ايوه خفني اكتر. ها تخيلي بعد السنين دي كلها انت بتتحايل عليا وبعد كده انا اللي بعملها مرتين وانت ما عملتهاش. بس ثاني يعني انت دلوقتي اللي بتنطط كتير اجيلك بتصطاد عادي. اه لا بس لازم تجربيها والله، متعه غير طبيعيه، متعه غير طبيعيه، واماكن مختلفه وجنان مختلف. انا يا ريتني كنت سمعت كلامك من زمان. المره اللي فاتت كانت في الجلاله، المره دي في شرم الشيخ، ومدينه من اجمل المدن اللي موجوده في مصر، ومن الاماكن اللي انا كنت بتمنى اكون فيها على الارض، فما بالك بقى هشوفها من السماء. فدي حاجه انا بالنسبه لي بسطاني جدا. وانا كمان، انت عارف انا بحب شرم الشيخ قد ايه. ما انا عارف، عشان كده بقول لك كان نفسي تبقي معايا. تتظبط ان شاء الله ونعملها مره ثانيه. اوكي اوكي يا حبيبتي، يلا خدي بالك من نفسك. باي باي. نجوم السماء